الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية لموريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيدة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء البعثات، أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء، أصحاب الفضيلة الخبراء، أيها الجمع الكبير، أيها الجمع الكريم، بداية أود أن تسمحوا لي أن أهنئ السيدة الرئيسة بمناسبة انتخابها رئيسة للمؤتمر العام لهذه الدورة 39، كما أهنئ السيدة المديرة العامة الجديدة بمناسبة انتخابها على رأس المنظمة، وكذلك السيدة المديرة العامة المنتهية ولايتها على العمل الممتاز الذي أنجزته خلال فترة انتدابها. كما أود أن أعبر لكم عن سعادتي وغبطتي اليوم بوجودي تحت قبة منظمتنا الثقافية العتيدة، منظمة اليونسكو، التي ترمز لوحدة العقل البشري في اتساق بديع من التنوع الثري للثقافات العالمية وتجسيد رمزية إخاء الإنسانية فوق الأرض بما تعنيه المنظمة وتعنى به من أداء رسالة المحبة والسلام والمعرفة بين البشرية جمعا خلال 70 سنة من العطاء السخي. فبثت بطواقم عملها الرائعة وجهود الدول الأعضاء خيرا عميما في جميع زوايا كرتنا الأرضية، بانية الأمل في النفوس المهزوزة، منيرة العقول المترددة، منافحة عن الثقافات المهددة، محافظة على التنوع الثقافي لدى الشعوب في طرائق حياتهم. وإنها لرسالة نبيلة تستحق ما تبذلونه فيها من جهود محمودة، خاصة في أيامنا هذه حيث تعاني ثقافات وشعوب عديدة من آلام الحروب والنزاعات العقيمة والقهر، وكل ذلك بسبب عدم قبول الآخر. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تنتهج الجمهورية الإسلامية الموريتانية سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية، كما تعمل على تشجيع النمو ومحاربة الفقر وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية للبلد، خاصة في الحقل الثقافي والشبابي والتعليمي، مما يشيع الاستقرار والسلم الاجتماعيين ويؤهل البلاد لإنجاز الاستحقاقات المدنية والسياسية وخدمة الأجيال الشبابية الصاعدة. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تمثل بلادنا اليوم وكما كانت بالأمس قنطرة الحضارات والثقافات الإنسانية في غرب إفريقيا بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، فإنشأنا بذلك مجالاً حيوياً نشرنا عبره القيم الإيجابية من تسامح وسلم وأريحية بين شعوب المنطقة، وكنا سباقين إلى تعزيز الانتماء العربي الإفريقي والإسلامي والدولي عبر منظومة القيم التي أنشأها علماؤنا وأدباؤنا ومثقفونا انطلاقا من نصرة القضايا العادلة وفض النزاعات ومعالجة الأزمات وتشجيع الوسطية. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، انطلاقا من إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الثقافة في التنمية المستدامة، فقد تبنت موريتانيا إصلاحا ثقافيا طموحا سيسمح بحماية الهوية الثقافية الوطنية من جهة، ويضمن التلاحم بين جميع مكوناتها من جهة أخرى، كما يجعل من الثقافة قطبا تنمويا يوفر فرص العمل ويدر دخلا على العاملين في الحقل الثقافي داخل المدن الصغيرة والأرياف. وقد اعتمدنا في ذلك على إعلان سياسة عامة في مجال الثقافة، مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، مراجعة شاملة للإطار المؤسسي للثقافة بشكل يضمن التأطير اللازم لمختلف الأنشطة الثقافية والتكوين الفعال للأطر والفنيين العاملين في مجال الصناعات الثقافية، إنشاء فضاءات ثقافية بهدف تقريب الثقافة من المواطن وخلق حاضنة ثقافية يأوي إليها الشباب
حماية لهم عن حواضن التطرف والغلو والإجرام، كما أنها تشكل ساحة لتلاقح الثقافات المحلية وصهرها في بوتقة واحدة. إطلاق برنامج وطني لتنمية المدن والمواقع التراثية، إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى حماية مختلف مكونات تراثنا الثقافي وتحقق تطوراً ملموساً على مستوى أداء الأنشطة الثقافية محلياً ووطنياً ودولياً. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، في مجال التعليم فإن موارد هامة تم تسخيرها في بلادنا لبناء المدارس والتكوين ومحاربة الأمية لدى الكبار، خاصة من المنتمين للفئات الاجتماعية الهشة. ولقد قامت بلادنا بخطوات علمية معتبرة في مجال الإعلام، تمثلت في تحرير الفضاء السمعي البصري وسن قوانين حماية الصحفيين، مما خولها لأن تتصدر دول المنطقة في حرية الإعلام على مدار السنوات الأربع الماضية. كما اعتمدنا استراتيجية متكاملة لحفظ البيئة والتراث الطبيعي، ونعمل على تنفيذ برنامج خاص لمحاربة زحف الرمال. وفي هذا الصدد استضافت بلادنا مقر وكالة السور الأخضر الكبير، وبذلك تتجلى إرادة موريتانيا والتزامها بمكافحة التصحر وحماية البيئة. وإن بلادنا لتجدد دعمها للجهود المبذولة من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات الإنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم، وتشد على يدها في الوقوف ضد ما يواجه القدس الشريف من إزالة للمعالم الإسلامية والمسيحية والإنسانية، وكذلك حماية الآثار الفلسطينية باعتبارها تراثاً للبشرية جمعاء. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.